ساهمت منصة تراضي التابعة لوزارة العدل في إنهاء النزاعات والخلافات والإصلاح بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال. وأدت المنصة إلى انخفاض نسبة الطلاق في المملكة إلى 22% مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت 27 ألف حالة، تجاوز الإصلاح فيها 13500 حالة، وتعثر التصالح في 5000 حالة فقط. وحول هذا الخبر تنضم معنا هاتفيا المحامية رنا الدكنان. مرحبا بك سيدة رنا معنا على شاشة الإخبارية. إذا انخفاض نسبة الطلاق في المملكة إلى 22%، كيف تنظرين أنت لهذا الرقم؟ حياك الله، أهلا وسهلا أستاذي. بالنسبة لهذا الرقم كانخفاض، كنا من زمن بعيد نتمنى منصة تكون موجودة مثل منصة تراضي. بالتأكيد هي ستساهم لحل قضايا عالقة قبل الوصول أو اللجوء لمرحلة أو الوصول لمرحلة التقاضي، لأسباب كثيرة. أولا، عندما تصل لمرحلة التقاضي هي تصل عند آخر محاولة أو في عند النهاية اللي هو خلاص طلب الطلاق والانفصال. ساهمت منصة تراضي إلى تقرير وجهات النظر، إلى توضيح لبعض الأزواج حقوقهم، لأنه أحياناً يكون التعنت لأنه يعتقد أن ليس من حق الزوجة أن تطلب كذا، أو أن الزوجة تتعنت لأنها تعتقد أنه ليس من حق الزوج أن يطلب كذا. منصة تراضي جاءت بالعكس لتقريب وجهات النظر. جميل. أستاذ رنا، إذا ما تحدثنا تحديدا عن هذه المنصة، منصة تراضي، كيف تنظرين لدورها وأهميتها خصوصا في المملكة في خلق التصالح بين الزوجين، وأيضا كما ذكرت أنت عدم وصولهما إلى الانفصال؟ طبعا منصة تراضي يقوم عليها مختصون يحاولون التوجيه. عندما يكون الإجراءات سهلة يسيرة تتماشى مع العصر، تتماشى مع متطلبات العصر، بالتأكيد ستنجح. وهذا ما ينطبق على منصة تراضي، فخورة جدا في هذه المنصة. جميل. كمحامية. طيب أستاذ رنا، إذا ما تحدثنا أيضا عن 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 مسألة ثقافة الطلاق لدينا في 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 المملكة وما بين الزوجين، كيف تنظرين لها وخصوصا من ناحية الحفاظ على الأسرة وسعي الزوجين لتربية أبنائهم وعدم شتاتهم مستقبلا إذا حصل الانفصال؟ ثقافة الطلاق بالنسبة لنا أولا متأخرة من ناحية أن يكون الطلاق بالتراضي أو اللي هو طلاق برقي، بحيث أنه يكون الانفصال منظم ومرتب وله اتفاقيات بين الزوجين، لأنه في النهاية سيكونون أم وأب في الأغلب. يعني النظرة الاجتماعية للطلاق خاطئة، في يوجد احتقان بين الأزواج أو بين النساء والرجال على موضوع الطلاق. هناك من يعني يعتقد أو يستسهل أمر الطلاق، وهذا أمر منتشر يكاد يكون ظاهرة، استسهال الطلاق وجعله كان يقولون مثلا اللي خلق وخلق غيره، وبالعكس هو قاعد يفرط فيك، واللي خلقها خلق غيرها وطلقها وشوف لك. هذا الكلام صار ترند دارج عندنا اجتماعيا. بالمقابل هو له آثاره السلبية على الأسرة وعلى المجتمع، قد أكون شخص لا يعلم أو لا يستطيع تقديم، لكن له آثار على الشخص من الناحية الاقتصادية كبير، خصوصا الزوج أو الأب. جميل، شكرا جزيلا لك رنا الدكنان المحامية، كنت معنا هاتفيا، يعطيك العافية.